واصلت إدارة شؤون الانتخابات استقبال مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2022 لليوم السادس على التوالي، وتقدم للسباق الانتخابي اليوم 16 مرشحا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 مرشحا ومرشحة قبل 4 أيام على إقفال باب التسجيل الأربعاء القادم. نعم، يأتي ذلك في وقت أكد فيه الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام لافي السبيعي الاستعداد الكامل لأجهزة الوزارة لتغطية الانتخابات، مؤكدا نجاح الخطة الإعلامية لتسجيل المرشحين في إدارة شؤون الانتخابات. لليوم السادس على التوالي تواصل إدارة شؤون الانتخابات استقبال مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2022، وتقدم اليوم 16 مرشحا لترتفع الحصيلة الإجمالية خلال الأيام الستة الأولى لعملية التسجيل إلى 289 مرشحا ومرشحة. تواصل إدارة شؤون الانتخابات استقبال المرشحين لليوم السادس على التوالي. تقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات لهذا اليوم عدد 16 مرشح، 15 من الذكور وحالة واحدة من الإناث، يصبح إجمالي عدد المرشحين 289 مرشح. إدارة شؤون الانتخابات مستمرة في استلام طلبات المرشحين إلى يوم 7/9 إن شاء الله يوم الأربعاء من الساعة 7:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. فترة انسحاب المرشح ممتدة إلى تاريخ 22/9، يتوجب على المرشح الراغب في التنازل التوجه إلى المخفر وتقديم كتاب بخط اليد، ومن ثم تتم عملية التنازل. الجهود الحكومية تجري على قدم وساق في سبيل إنجاح العرس الانتخابي، ويتجلى ذلك من خلال الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإعلام في إنجاح تغطية تسجيل المرشحين وإصدار القرارات التنظيمية لوسائل الإعلام المختلفة لدعم العملية الديمقراطية إعلاميا. في هذه المناسبة العزيزة اللي يفخر فيها كل كويتي، لابد أن يكون هناك تضافر لجميع الجهود لتقديم هذا العرس الديمقراطي بصورته الطيبة والحسنة. فوزارة الإعلام قامت مشكورة بالتعاون مع وزارة الداخلية على إقامة مركز إعلامي لجميع الإعلاميين، من خلاله يتم الإدلاء بتصريحات المرشحين وإعطاء برنامجهم الانتخابي الخاص بهم، وإتاحة الفرصة لجميع مراسلي القنوات والصحف والإلكترونية كذلك لإدلاء بأي سؤال أو استفسار عن أي معلومة من خلال المرشح. يعني أدعو إخواني في الوسائل الإعلامية جميعا أن يكون هناك نقل لمحتوى إعلامي ومادة إعلامية سواء كانت بالفيديو أو الصورة تكون مهمة لهذه الحدث، وأن نبعد البعد كامل عن أن يكون هناك بعض اللقاءات أو بعض الصور أو الفيديوهات اللي تشوه هذه الديمقراطية. إحنا حريصين على أن يظهر هذا الحدث المهم بصورته الصحيحة. العد التنازلي لعملية تسجيل المرشحين يبدأ بالوصول إلى اليوم السادس من فترة تسجيل المرشحين، والتي ستمتد حتى الأربعاء القادم 7 سبتمبر الجاري، وسط تعاون كبير بين الجهات الحكومية المعنية نحو تصحيح المسار وصولا إلى إنجاح العملية الانتخابية. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.